هاي بتحصل الأمراض على أسماء من مصادر مختلفة مثل أماكن معينة، كلمات لاتينية أو يونانية قديمة، أو أسماء للأشخاص اللي اكتشفوها، أو حتى مرضى معروفين عانوا منها. الإنفلونزا مشتقة من الإيطالية إنفلونشا يلي بتعني التدفق. فبالعصور الوسطى كانت الشعوب تعتقد إنه الناس تتأثر بسائل بيقع من الجوم، والعلم اليوم بيأكد إنه الفلو هو بسبب تأثير عدد من الفيروسات. ألزايمر حصل على اسمه من دكتور ألويس ألزايمر يلي لاحظ سنة 1906 تغيرات بنسيج دماغ إحدى السيدات يلي توفت بسبب مرض عقلي، وعوارض مرضها كانت بتشمل فقدان الذاكرة ومشاكل بالتعبير. باركنسون حاصل على اسمه من الطبيب الإنجليزي جيمس باركنسون يلي نشر أول دراسة مفصلة عن الشلل الرشفي سنة 1817. مين قال إنه إيبولا حصل على اسمه من بحيرة إيبولا الموجودة بيامبوكو يلي شهدت أولى الإصابات بهذا الفيروس؟ أنا قال شوفكم بكره.